سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي الأرض آيات أي علامات ودلالات على قدرة خالقها سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة. وفي أنفسكم أيها الناس، وفي أنفسكم أيها الناس. الآيات الكونية في القرآن الكريم تقارب 1000 آية، يعني ما يقارب سدس القرآن الكريم، وهذا فيه دعوة إلى التفكر. تأملات قرآنية. إن المتأمل لآيات القرآن الكريم عند الحديث عن طعام أهل الجنة يلحظ تقديم ذكر الفاكهة على اللحم، كما في قوله تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وكما في قوله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وتشير الدراسات والأبحاث الطبية الحديثة أن تناول الفاكهة قبل الوجبة الأساسية من الطعام له العديد من الفوائد الصحية، إذ تحتوي الفاكهة على سكريات بسيطة التركيب سهلة الهضم وسريعة الامتصاص، تساعد خلايا جدار المعدة على التهيئة لاستقبال الطعام، وتساعد خلايا جدار الأمعاء على امتصاصه. وفي حال ملء المعدة مباشرة بالطعام المتنوع، فإن الأمعاء تحتاج إلى ما يقارب 3 ساعات لامتصاصه. كما أثبتت الدراسات أن تناول الفاكهة بعد تناول الطعام المتنوع يدمر أنزيم بيتالين، وهو أنزيم أساسي لإتمام عملية هضم النشويات. وفي الوقت نفسه تفقد الفاكهة ما تحتويه من الفيتامينات، وتضطرب معه عملية التمثيل الغذائي للبروتين، وينتج عنه انتفاخ في البطن والعديد من المشاكل الصحية. تأملات قرآنية.